أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في دورتها السادسة التي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة وتبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بمشاركة من سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيسة لجنة تحكيم الجائزة وعدد من أعضاء لجنة التحكيم. وأوضحت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري خلال الاجتماع أن الأهداف الرئيسية لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية تتمثل في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة وتحقيق واستدامة التوازن بين الجنسين ونشر ثقافة تكافؤ الفرص وتبادل الخبرات في المجال وتعميم أفضل الممارسات والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص. وكشفت الأنصاري أن الجائزة ستراعي في نسختها الجديدة إشراك المزيد من القطاعات والفئات المعنية بتحقيق تكافؤ الفرص وتقدم المرأة البحرينية. وقدمت الأنصاري شرحا عن مؤشرات ومعايير الجائزة وآلية التقدم لها. من جانبهم أكد أعضاء لجنة تحكيم جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية أهمية هذه الجائزة التي تعد إحدى المبادرات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية. وأكدوا أن جميع المشاركين في الجائزة من جهات القطاع العام والخاص والأهلي وحتى الأفراد هم فائزون بشكل أو بآخر، حيث من شأن تبني أي مؤسسة أو جهة لمعايير هذه الجائزة تعزز تنافسية المؤسسة وتطوير أدائها وزيادة الولاء الوظيفي ورفع معدلات الإنتاجية. كما أكد أعضاء لجنة التحكيم على أهمية هذه الجائزة في الترويج لمملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا كدولة مسؤولة متحضرة داعمة لتقدم المرأة. وفي ختام المؤتمر الصحفي أشادت عدد من المداخلات من ممثلي جهات حكومية وخاصة ومجتمع مدني بالجائزة، كما أجابت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وعدد من أعضاء لجنة التحكيم على أسئلة ومداخلات الحضور الخاصة بتطورات الجائزة في نسختها السادسة ومعايير التقدم والفوز بها. فقد صدر أمر ملكي سامي بتطوير مسمى الجائزة وتوسيع مظلة الفئات المشاركة فيها، وذلك تأكيدا واتساقا مع تطور مشاركة المرأة في التنمية الوطنية وانتقال الجهود الوطنية من الاعتماد أو الاتكالية على التمكين إلى استقلالية التقدم، بالإضافة إلى ما حققه هذا المشروع الوطني بالسفر بأهدافه خارج حدود العمل الوطنية إلى آفاق العمل الدولية، وأن يكون أحد الأدوات الدبلوماسية للتعريف بقصة نجاح مملكة البحرين كبيت للخبرة في مجال تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مسارات العمل التنموي. وتعتبر الجائزة من البرامج الثابتة لمحور تكافؤ الفرص ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي تعتمد طبعاً العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والتي نجحت الدولة في تضمينها في برنامج العمل الحكومي، واعتمدت نموذجا وطنيا فريدا من حيث مضمونه وتطبيقاته لمراقبة التنفيذ وقياس أثر التطبيق، وبما يسهم في تحقيق القيم العليا للرؤية الاقتصادية 2030. فقد استطاعت مملكة البحرين أن تغلق 62% من الفجوة بين الجنسين بارتفاع نسب مشاركتها كمرأة في مواقع صنع القرار والمناصب التنفيذية والإشرافية ومجالس الإدارة، وتزايد حجم مشاركتها الاقتصادية، وتحسن مؤشرات الاستقرار الأسري المرتبطة بالخدمات القضائية والاستشارات العائلية واستكمال التشريعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة.
فخورين جدا بالآن تمديد نطاق هذه الجائزة إلى نطاق المجتمع المدني وكذلك للأفراد. وأنا أشوف أن الحمد لله هذه الجائزة من الجوائز اللي استطاعت أن تحافظ على استدامة تقديم وتطوير تطويرها خلال ال 15 سنة الماضية. احنا طبعا في بابكو نفخر بدور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في رئاسته المجلس الأعلى للمرأة والجهد الكبير الذي قامت به في تمكين المرأة. ونحن الآن على أعتاب المرحلة القادمة في خضم المرحلة القادمة من جميع المبادرات لتقدم المرأة. وفي الحقيقة احنا فخرنا اليوم بحضور المؤتمر الصحفي لجائزة الأميرة سبيكة لتقدم المرأة والتي سبق أن فازت بها بابكو في مراكز متقدمة، ونطمح كذلك إلى المشاركة فيها وإثراء هذه التجربة لرفعة مملكتنا الغالية.